مشاهدينا، احنا الان كنتواجدوا امام الوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء. الجميع كان في انتظار وصول اول شحنه من لقاح فيروس كورونا المستجد الى مركز التثليج، من بعد خبر وصول اول شحنه من بومباي المحمله بلقاح استرازينيكا البريطاني الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. جل المنابر الاعلاميه ظلوا في عين المكان منذ الساعة الثالثة إلى حدود الآن، وباقي المرابطين المكان لتغطية هذا الحدث المهم اللي هو مهم للمغاربة كاملين. هناك تضارب في الأنباء حول وصول الشحنة الأولى، واش بقى في مطار محمد الخامس أو تم النقل ديالها إلى مركز التثليج بمديونة، أو مازال غتوصل إلى مركز التثليج هنا بالوكالة المستقلة بالدار البيضاء. سنوافيكم بجميع الاخبار وبجميع المستجدات، ابقوا معنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.